دلوقتي انا اسمع من المحامي اللي ما بينامش في كل الاضرابات، يقف مع كل العمال بينام بهدومه، وانا عصرت ده بنفسي. ممكن ينام على القهوه عشان ما فيش وقت يروح فيه. هيثم محمدي، طبعا الف مبروك للزملاء والرفاق في اسكندريه، اشتراكيين الثوريين وثوار اسكندريه. انا طيب. قبل اي حاجه طبعا لازم نوجه تحيه للشهيد خالد سعيد وكل شهداء الثوره في اسكندريه، وتحيه لعمال اسكندريه في الترسانه البحريه والمكتبه والترام والنقل العام وكل مواقع العمل في اسكندريه، وطبعا ابطال الجامعه والمدارس اللي مكملين الثوره واللي بهدوا الارض والتربه لانه يبقى في ثوره في مصر. باسم النقل العام بشكر حضرتك جدا وبشكر الزملاء والحضور الجميع. شكرا. طبعا انا عايز بس اعرف الزميل انه زملائكم عمال النقل العام في القاهره مضروبين من امبارح، بيطالبوا بضمهم لوزاره النقل، نفس المطلب بتاعكم اللي هو كان نفس مطلب اتوبيس النقل ما بين المحافظات اللي بيسموه شرق الدلتا وغرب الدلتا. فالعمال رايحين في سكه توحيد مطالبهم وتوحيد اضراباتهم وتوحيد منظماتهم النقابيه، ونتمنى ان نشوف اليوم اللي كل عمال مصر يبقوا متوحدين فيه مع بعض، بحيث يقدروا يزيحوا نظام العسكر ورأس المال والمتحالفين معهم دفعة واحدة. احنا كاشتراكيين ثوريين عندنا تقسيمة واضحة في البلد دي، محدش بيضحك علينا فيها ابدا. البلد دي مقسومة اتنين، مش اي حاجة تانية، مقسومة فقراء يعني عمال وفلاحين وصيادين وطلبة وفقراء في المدن وفي الريف وموظفين، طب موظفين بيعتبرهم عمال. وعلى الناحية التانية حرامية البلد، بطاقية بعمة ببدلة سلطة رأس المال كلها واحدة، كل حرامية بدقن من غير دقن أي حاجة. البلد مقسومة كده، وخصومنا واضحين لينا، احنا عارفينهم كويس. على رأسهم السلطة العسكرية المستبدة وأجهزتها الأمنية، وبعديها حلفائها من رجال الأعمال وحرامية البلد اللي مسيطرين على ثروة البلد وعلى السلطة السياسية، وحلفائهم الخارجيين مش حلفائنا اللي بيتهمونا بيهم، احنا لا بنقابلهم ولا بنشوفهم، احنا بنحاربهم. الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني والإدارات الغربية، دول كده احنا بنعتبرهم أعداء حتة واحدة وعلى بعض، ما بنقسمش ما بينهم، لأن مصلحتهم مشتركة ومصلحتهم واحدة، هم بيحموا بعض ومتقويين ببعض. مصالح رجال الأعمال مرتبطة بالسلطة العسكرية اللي بتحمي مصالحهم في المصانع وبتضرب العمال وبتضرب عمال السويس، عمال سميد، وتقدمهم للمحكمة العسكرية لأن أخو المشير مستشار في الشركة، ونسيب سامي عنان في مجلس الإدارة، ولأنه الراجل ابن اللي مول موقعة الجمل عضو في مجلس الإدارة. هنا تحالف العسكر ورأس المال واضح، واضح جدا. ليه العمال بتوع سميد يتضربهم ويتعذبهم في اسم عتاقة ويتقدموا للمحكمة العسكرية وياخدوا 15 يوم؟ لا، ما واضح، لأنه مين في الإدارة؟ ومين بيحمي الإدارة ومين بيحمي مصالح رجال الأعمال؟ قوات لانشات الصواريخ اللي داخلة من البحر الأحمر ووحدات الصعقة اللي داخلة من البر، أعلنوا الحرب على العمال خلاص. مفيش غير عمال سميد اللي بيطلعوا عليهم لانشات الصواريخ ووحدات الصعقة. هنا الامور بتوضح بالنسبه لنا. وبالنسبه ل 1 مايو او 11 مايو الدعوه الاضراب فبراير، الاهم كان بالنسبه لي هو ان كل الناس اللي كانت بتتخانق على مدار الست او سبع شهور حوالين الدستور ودوله مدنيه ولا دوله مش عارف شكلها ايه، فجاه كده البابا شنوده وشيخ الازهر ومرشد الاخوان والمجلس العسكري وجمعيه رجال الاعمال واتحاد حسين مجاور والاعلام المصري كلهم بيقولوا لا للعصيان المدني، لا للاضراب العام. هو مين اللي وحد دول مع بعض؟ المصلحه المشتركه اللي ما بينهم، دول اعداء الثوره. الفريق ده كله
اللي متوحدين ضد حركة الجماهير وضد مطالبها دول بقى كده الفرز بيبان. الله، هو انتم مش كنت لسه متخانقين مع بعض على مدنية ولا دينية وعمالين تقولوا ساويرس ده اصله مسيحي والمرش ده اصله ياخد جماعة مش عارف ايه؟ الله، طب ما توحدتوا ليه؟ طيب توحدوا لانه مصلحتهم واحدة ولانه الخلافات اللي بينهم صغيرة ومش حقيقية ويمكن ان هم يتجاوزوها للحفاظ على المصلحة الحقيقية وهي سيطرتهم على ثروة البلد والسلطة السياسية في البلد بحماية عسكرية وأمنية. الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني مش بعيد عن الموضوع. مصالح رجال الأعمال المصريين مرتبطة مباشرة مع الإدارة الأمريكية، رأس المال الأمريكي، ومع العدو الصهيوني وتصدير الغاز والأسمنت والسماد وغيره من السلع. وطبعا اتفاقية الكويز ومصانعها هنا، ده كله بيبين قد ايه العلاقة ما بين الاطراف دي واحدة. وعن التمويل الاجنبي نقول ان مصر في طرف بياخد فيها تمويل اجنبي منتظم احنا ما احناش عارفينه بيروح فين، اللي هو المليار ومش عارف 200 مليون دولار اللي بياخده المجلس العسكري على مدار 40 سنة بعد اتفاقية السلام من الامريكان. هو ده مش تمويل اجنبي؟ ولأخطر مؤسسة في مصر، مؤسسة تخص حماية الأمن القومي والجيش، إحنا بنرفض المعونة الأمريكية لأن المعونة الأمريكية دي لازم مصر تقدم حاجات مقابلها. إيه بقى مقابل المعونة الأمريكية؟ إحنا عرفنا إن في معونة بس إحنا مش عارفين هي بتتصرف فين، بس عارفين المقابل. عارفين المقابل ده منين؟ من دوائر الحكومة الأمريكية مش من هنا. الحكومة الأمريكية بتطلع تنشر هناك في الصحف الرسمية إن إحنا بنطلب من مصر مقابل المعونة ثلاث حاجات: حماية إسرائيل، وعشان كده نفهم إيه اللي بيحصل في خانة غزة والاتفاقية السلام وغيره. اتنين، إن مصالح رجال الأعمال وسياسات السوق والليبرالية الجديدة وتعليمات البنك الدولي وخصخصة الشركات تتطبق بحذافيرها في مصر، يعني إفكار الشعب المصري. تلاتة، مفيش حزب سياسي او جماعة سياسية او طيار معادي لإسرائيل والإدارة الأمريكية يوصل للسلطة في مصر. دول الثلاث شروط اللي حطاهم الإدارة الأمريكية للمعونة اللي تبعتها. ودعم التوجه الأمريكي الاحتلال كمان العربية. احنا بنعلن رفضنا للمعونة المضادة اللي كان بيأذن ليها الشيخ حسان. دي معونة عشان تعمل الحاجات دي. اعمل معونة مضادة عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل نفس الحاجات؟ فاحنا فاهمين كويس العلاقة الوثيقة ما بين الثلاث أطراف دول، ودول بالإضافة طبعاً ليه يعني حلفائهم الصغيرين في الخليج من السعودية وغيرها، دول أعداء الثورة المصرية الداخليين والخارجيين في مؤسسات الدولة. ما بنتكلم عن إنهاء حكم العسكر، إحنا ما بنقصدش إن المشير يمشي أو المجلس العسكري يمشي. زميلنا حكيم اللي كان بيتكلم عن عميد الجيش المتقاعد اللي كان بيحكم الجامعة بالنار والحديد، ده عميد جيش متقاعد. كل المؤسسات الاقتصادية في مصر يا إما على رأسها ضابط جيش أو تلاقي فيها 3-4 مستشارين ضباط سابقين في الجيش أو في الشرطة، نص المحافظين ضباط جيش أو شرطة، اللي ماسك المجالس المدن، اللي ماسك الشركات. كل مؤسسات الدولة فيها مشير صغير أو مبارك صغير بيحكمها. انهاء عسكرة الدولة مش هيحصل الا من تحت. ما تقوليش رئيس الجمهورية هيجي ينهي حكم العسكر. طب والراجل العميد اللي بيحكم الجامعة ده هيجي بايدين مين؟ هيجي ان الطلبة يطردوا هذا العميد بتاع الجيش من ادارة من حرس الجامعة. ان عمال مواني البحر الاحمر يطردوا ضباط الجيش اللي مسيطرين على مواني البحر الاحمر. ان عمال قناة السويس يطردوا الفريق فاضل من السيطرة على قناة السويس. انه الفلاحين في البرولوس وفي بحيرة التمساح ينهوا سيطرة الاجهزة العسكرية على المياه اللي هم بيصطادوا فيها. هنا نقدر ننهي عسكرة الدولة او حكم العسكر زي ما بيقولوا. واحنا كاشتراكيين ثوريين دي رؤيتنا ان دول كلهم اعدائنا، حلفائنا واصدقائنا، وجيشنا الاساسي هو العمال والطلبة والصيادين والفلاحين وفقراء الاقباط
والمرأة المصرية كل المضطهدين في مصر، وانه هدفنا هو انهاء سلطة العسكر ورأس المال والمتحالفين معهم عبر ثورة اجتماعية ترفع راية الاشتراكية الثورية في مصر. وشكراً.